قبل ما نروح ونسيب هذا الملف والمونديال العربي، انا عايزه اتكلم شويه عن تصريحات كيروش. انا بحب كده اركز مع التصريحات المختلفه لكيروش بصراحه، كم حاجه كده وكم نقطه هو اتكلم عنها عجبتني. هو قال في التصريحات امبارح في المؤتمر الصحفي، قال: قبل الحديث عن اي شيء اود في بدايه حديثي ان اتوجه بالتهنئه للاعبي المنتخب المصري على ما قدموه في مباراه اليوم، هم يستحقون التقدير على الروح والقتال. دي حاجه. الحاجه الثانيه اتكلم عن الاجواء، قال الأجواء كانت رائعة في الملعب، وأعتقد أن كل من حضر المباراة استمتع بها، ومش كل بس من حضر، فعلا كل من شاهد كمان وتابع المباراة استمتع بها. قال نقطة ثالثة، قال: ليس من السهل أن تلعب مباراة كهذه مع فقدان لاعبين دفعة واحدة نتيجة طبعا الإصابة، لكننا تعاملنا مع الموقف بعد التغييرات، فقد أدى مصطفى فتحي وأحمد ياسين مباراة رائعة للغاية. من فكرة بقى كمان الحديث عن أفشة، أن الناس كتير كانت بتسأل طب هل أفشة جاهز للمباراة القادمة ولا لا، هو برضو تحدث عن هذه النقطة. قال: أفشة حتى الآن إمكانية مشاركته لم تتضح في المباراة القادمة، وسنشاهد غدا في التدريبات ونقرر بعد ذلك. آخر حاجة برضو قالها: أنا فخور لرؤية هذه الروح مع لاعبي المنتخب. فيعني تصريحات إيجابية ومشهد امبارح إيجابي، نتمنى إن شاء الله إن ده يستمر.